أقيم مؤخراً في الحي الثقافي قطار معرض مميز يتعلق بفن الطبيعة بالعمارة القطرية. المعرض عبارة عن دمج العمارة القطرية الأصيلة بطبيعة قطر من خلال دراسة طبيعة قطر وما تحتويه يمكن من آثار وعناصر وتحف قد تكون مختلفة تميزها، فجمالية هندسية موجودة. ودنا نرحب بضيفنا الكريم اللي متعلق بهذا المعرض اللي استطاع بأنه هو يقتبس من الطبيعة والهندسة الموجودة في الطبيعة إلى وجود يمكن عوالم مختلفة لها علاقة بالعمارة، المهندس المعماري محمد بركات. صباح الخير. يا أهلا وسهلا، شكرا كثير على استضافتكم لي. أهلا وسهلا فيك، نشرف فيك. صبحك الله بالخير. الله مهندس داخلي، مهندس معماري داخلي محمد بركات. طبعا في البداية حابين أنك تحدثنا عن فكرة المعرض ومن وين جتك هذه الفكرة. والله فكرة المعرض هي عبارة عن شلون احنا بدنا ندرس طبيعة قطر. يعني طبيعة قطر هي بتتمثل بكل شيء الموجود بقطر، ككثبان رملية، كآثار، كأشياء طبيعية، عناصر طبيعية. هاي شلون احنا شلون ندرسها؟ ندرس شلون تكونت، شو العوامل اللي صارت حتى انخلقت، شلون سبحان الله انه الله خلق كل شيء بالأرض له نسب وجمال ومعادلات والغاز حتى يعني كثير معقد. يعني هاي ان احنا بنقدر نستفيد منها كثير، ندرسه ونستخلص منها هالنسب هاي نقدر نستخدمها بأي شيء بدنا نصمم. فأنا حاولت أن أدمج هالنسب هاي والأفكار هاي من طبيعة قطر ومن الأثار طبيعة قطر بالعمارة القطرية. فدمجنا هاي هذا الشيء الطبيعي يلي هو النسب والخطوط والأشكال الهندسية من الطبيعة من القطرية نفسها. أيوة بالعمارة القطرية، وطلعنا من أشكال يعني وظفت البيئة في الهندسة نفسها. أي مزبوط، صح، ممتاز. هذا من جانب الفن، يعني أنا أشوف أن الفنان فعلا فنان، يعني يقتبس من تسلام. كل شيء. أيوة صح، لكن صح. من جانب الطبيعة يعني هل مثلا لك علاقة بالصخور وأمور معينة أو بشكل عام الطبيعة الموجودة في قطر؟ والله بشكل عام، لأني أنا هذا المعرض سويته، في معرض قبله سويته بقطر كان فن الطبيعة بالتكوين المعماري، صح، هذا كان طبيعة بشكل عام. مثلا أخذت سبيل المثال شلون من وردي نبني، من شلون شكل الوردي نعمل منه شكل برج، من قشور مثلا جلد القرش صممت مثلا كرسي، من يعني فكتير أشكال. إيه، فأنا حطيت هاي الفكرة إنه شلون أجدني، حطيت الفكرة القديمة بهذا المعرض، انه دمجت الطبيعه القطريه، مش الطبيعه بشكل عام، الطبيعه القطريه خاصه بالعماره القطريه. فهي اجت الفكره هيك. دام تكلمت عن الافكار، احنا من شوي انا وزميلي محمد كنا من الصبح نتكلم عن الافكار. تسلمي والله. فلما تيك فكره محمد، انت يعني كمهندس معماري داخلي اكيد الفكره هذه انت عشان ما تنساها ترسمها، صح، او تدونها، تسوي لها سكتش، صح. فإيش دور الأفكار إنك أنت على طول تروح تدونها وترسمها تسوي لها سكتش وبعدين تروح تطبقها، خاصة إن هي تكون أفكار يعني ما تكون أفكار مثلاً مطابقة للواقع، أو ما تكون أفكار مثلاً مقلدة؟ صح. علي شلون يعني نحن إذا بدنا نعمل شيء جديد ما موجود، مروح على شيء يعني طبيعي الله خلقه. فأنا مثلاً بأخذ بدي مثلاً بقطر مثلاً جبال رأس بروق، هدول اخذتهم صرت صميم شلون انخلقوا، شلون تكونوا، شو الطبيعه شو اثرت عليه. فعلى اساسها هاي انا بقدر اوظف هاي الخطوط هاي بشكل جديد، يعني بشكل معماري او مجسمات. ايوه، احنا قاعدين نشوف على الشاشه هذه الاشياء. مثلا هاي مثلا تصميم شلال مائي، انا اقتبست هذا التصميم شلال مائي بصراحه من اسم صاحب سمو الامير الوالد الشيخ حمد بن خليفه الثاني. فالفكره هي انه هذا التصميم اخذته من اسم حمد، وكل الخطوط من نسب الخط العربي تشكلت وتناسقت نحو المركز هو الحرف الميم، وقاصدا فيها انه هذا الشعب القطري شلون متماسك بعلاقه متينه مع القائد، والشلال والمي هو عباره عن صفاء الشعب القطري، وهاي مثل رمز انه شلون علاقه الشعب وفي بقائد وفي. اصلا هو من كثر احنا ما نحب اميرنا يعني والدنا الامير الوالد تلاقي في كل بيت لازم اسمه. مزبوط، صح. كل بيت لازم، يعني بمثابة فعلا قدوة، صح. فكيف لو تشكل اسمه، صح، في لوحة جمالية أو تحفة. فهذا التصميم اللي نشوفه كم وقت خذ منك، وهل ممكن أن يطبق على أرض الواقع أو لا؟ طبعا أكيد بيطبق، وهذا أخذ مني والله وقت تقريبا 3 شهور هذا المجسم، بس لأن هو صعب كتير ومعقد بنفس الوقت. وبنفس الوقت إذا واحد شافه هو بسيط جدا وحلو ورايق وناعم،
بس هو كنشي كفلسفي كثير صعب وهندسيا كثير صعب كمان. هذا ياخذني لسؤال اللي هو الالوان واختيار يمكن النظره، لان كل شيء يشد بمجرد اللون الموجود. صح. بالنسبه للشلال اللون الابيض صح. اكيد يعكس جانب من النقاء اللون الموجود. هو لون الصفاء، لون الرقي، لون النقاء، واللون الازرق هو كمان لون يعني بيعطي بهجه، لون كثير حلو. فاللون الازرق مع الابيض هو بيعطي كثير رقي ودمج ونعومي ايوه بالتصميم. انزين، ايش كثر انت يعني يمكن مثل ما قلت انه ياخذ وقت، يعني يمكن الانسان لما يشوف اللوحه قدامه انه يستسهل الموضوع ويقول ان هي بسيطه، لكن تاخذ شغل كثير منك. ايش كثر انت تحتاج جهد ووقت انك تخترع الفكره اولا وبعدين تنفذها؟ ايش تعني لك يعني لك هذا الجهد والقيمه الجهديه اللي انت تحطها في هذه اللوحه؟ هلا والله كجهد او شلون نطلع الفكره، هي بتطلع بلحظات، يعني يمكن تطلع يمكن شهر كامل ما يطلع معي شيء، بس هي تطلع مثلا اذا فقت الصبح ممكن تطلع فكره وانا عم بسوق السياره. صح. وانا باي مكان تطلع الفكره على طول. فهي الفكره اذا بدي طبقها هون الصعوبه، كثير بتطول، كثير بدها دراسة، كثير بدها جهد وتعب، فلا تطلع الفكرة بالأشكال اللي نحن عم نسويها، لأني هذا الشيء متراكم. كان من أول ما دخلت أنا على الجامعة كانوا يعلمونا أنه لازم نرسم كثير، فتقريباً أول مشروع أخذته رسمت 1000 ورقة، يعني 1000 رسمة لصمم طاولة بس. فهلأ ما بقى في داعي أنه أنا أرسم كثير، في داعي أنه نفكر أكثر، يعني هل جهد الرسم اللي كثير رسمناه من زمان صار يعطينا كثير قوي انه نحن على طول نطلع الفكره، ما في داعي انه نرسم كثير لتطلع الفكره، فصار الفكره تطلع قبل ما نرسم. إيه هيك بالضبط، يعني نفس ما قال محمد مساعد الافكار. انا دائما الاحظ بان الافكار هي تكون موجوده، لكن بمجرد انك تطبقها على ارض الواقع تكون لها فايده ومنفعه وليس العكس. محمد، يعني هل حاول انه ايضا يدخل الخط العربي في الهندسه المعماريه الداخليه؟ والله هلا الخط العربي هو من أصعب خطوط بالعالم بالدنيا، فالخط العربي كتير صعب إن واحد يقدر يستخدمه بالداخلي، فهو أحسن شيء إنه الواحد يقدر يستخدم الخط العربي بيقدر يستخدمه كطاولات كفرنتشر، بيقدر يستخدمه كلوحات تزين البيت، بيقدر يستخدمه كشيء إله قيمة، يعني ما بيقدر يستخدمه واحد كمثلا كاربت أو كديزاين جدران. الخط العربي لأنه فيه كتير دقة وتفاصيل، فإذا نحن لعبنا شوي بالتفاصيل بيخرب، فما بنقدر نحن نلعب كتير بالتفاصيل. الخط العربي يمكن حرف لا بنقدر طبعا، بس يعني ايوه فبنقدر نستخدمه كلوحات او كفرنتشر كطاولات، بس ما بنقدر نستخدمه كاكثر من هيك. احنا لان نحب الادب فنحب وجود الخط العربي. صح. الخط العربي في هذه اللوحات. فايش رايك احنا نقترب اكثر من المجسمات اللي انت جايبها؟ أيه. نتعرف عن تفاصيلها اكثر. اي يلا تفضل. حياك. استاذنك شيخه. اي تفضل. فأنا شفت تنوع موجود أيضا في الطرح اللي أنت جايبه اليوم. أي. اختلاف كلي. وين ودك توقف؟ هذا هون. أي. تفضل. ودي أنك تشرح لي. أي. مجموعة من يمكن المجسمات المتعلقة بحدائق مدينة مساعيد. صح. عن شنو تتكلم؟ هلا هذا هي الفكرة، إنه إحياء السياحة في دولة قطر بمنطقة مساعيد، لأن منطقة مساعيد هي عبارة عن المنطقة هي بتميز عن باقي المناطق انه فيها كثبان رملية كثير كبيرة ومساحات شاسعة. فانا قلت انه ليش ما نعمل نحن مشروع يكون بنص هذا المكان وبحيث انه يجذب السياح لدولة قطر على منطقة مساعيد. فهي الفكرة، شو الفكرة؟ انا اخذت الاشكال من هذا جبال رأس بروق، صممتها، اخذت شلون الهندسة تبعيتها، شلون الهياكل تبعيتها، بعدين جسدت هذا الشيء بمنطقة مساعيد. هم بتبين الفكرة شلون حطيت، يعني دمجت التفاصيل والنسب من رأس بروق مع نسب وخطوط الجبال الرملية. نعم. فطلع معنا هذا المجسم. هذا المجسم هو عبارة عن شو يلي هو هذا؟ عبارة عن مثل مجموعة من الحدائق. هاي الحدائق داخلية بهذا الشكل مشان الناس تجي تقعد بالحدائق. في إبداع، في شيء مختلف موجود. تسلم، الله يخليك. وبنفس الوقت عملنا هذا الشكل بهيك بحيث أنه يصد شوي الرياح وبنفس الوقت يخلي بيئة كويسة للزرع الداخلي، بنفس الوقت يعطي ظل للمكان. وكمان الفكرة أنه من ارتفاع هدول الجبال رأس بروق بحيث أنه واحد بالسيارة وجاي يقدر يشوف هدول الأبب من بعيد. طيب، أنا قاعد أشوف أنه في مزيج ما بين ثقافة عربية
وقطرية بحثة. يعني في تداخل رائع. وكونك أكيد من بلاد الشام لكن في الدوحة من المواليد. صحيح. فهل اعتادت عينك إنك تكتشف البيئة القطرية شلون؟ شو اللي حببك إنك تميل لهذا المجال أكثر؟ أو وجود الوالد أكثر من 40 سنة؟ 43 سنة. والله هي الفكرة إنه أنا ولدانهم بقطر، فكثير بصراحة لما أطلع برا قطر بحس حالي مغترب. فتعودت إنك تشوف. تعودت إنه أشوف الأشياء وتعاملنا مع الأهل هون وكل الناس، فحبيت إنه أعمل شيء يخص قطر تحديداً. أكيد هذا 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 مطلوب إن إحنا نضع شيء متعلق بالبيئة نفسها. مزبوط صح. وليس من أماكن مختلفة. بالنسبة لهذا المجسم الموجود، الباب اللي أيضاً أشادت فيه زميلة شيخة، فنتكلم عنه أكثر. يلا. تفضل. هذا الباب الخشبي هو بيعبر عن الابواب القطريه القديمه. هذا الباب الخشبي هو بيعبر عن الابواب الخشبيه القديمه، فيه النقوش القطريه النباتيه، زائد فيه شلون نحن اذا حطينا كم من زمان يحطوا خشبي فوق الابواب مشان تقدر تشيل، يعني مثلا لما يعملوا فتحه بيحطوا خشبي دائما مشان تقدر تشيل العمار اللي بعده. فهي انا جسدتها بهذا الشكل وعملت هذا الباب، فيه هالنقوشات هاي وفيه هالدبابيس هاي اللي هي المعروفة القطرية النحاسات هدول، وفيه الهندل هاي القديمة، وكمان فيه الأقواس هاي، يعني دمجت شوي. هذا فن. أيوه. أنا بختم أيضا بسؤال. أن أيضا تفضل. أيوه. تسلم. أيوة. الله يخليك. وجودك يمكن خريج من كلية الفنون. أيوة. بعام 2008. صح. هل تعتقد بأن الحس الفني يدرس ولا هي هبة من الله سبحانه وتعالى؟ والله هو بيدرس 20% والباقي هبة من سبحان الله. يعني كم من نسبة الأغلب؟ يعني 80% هبة و20% تدريس. تدريس علشان تعرف شلون تتعامل مع هذا الموضوع. مزبوط. شكرا لوجودك أستاذ محمد بركات، نشوفك بإذن الله تعالى على خير. تسلم. أزلنا متواصلين لكن بعد الفاصل إن شاء الله.